افضل الاوقات للمحاسبه ان الانسان، كل واحد فينا يعني ربما ادرى بوقته اللي هو ممكن يكون عنده الوقت اللي يجلس مع نفسه ويحاسب نفسه. ممكن واحد يحاسب نفسه في الصباح، ممكن واحد يحاسب نفسه في المساء، ممكن واحد يحاسب نفسه في مره كل اسبوع على حسب. لكن من افضل الاوقات التي تحدث عنها علماء التربيه الاسلاميه وعلى راسهم الامام الغزالي عليه رحمه الله في كتاب الاحياء، ان افضل الاوقات للمحاسبه ان يحاسب المسلم نفسه قبل الايه؟ قبل النوم. ان دي خلاص انت يعني كانك بتشوف كده رصيد اليوم عندك، انت عملت ايه من طاعات في هذا اليوم؟ قصرت فيه من الطاعات؟ عملت ايه معاصي من الممكن انك انت تتوب الله سبحانه وتعالى منها؟ يعني نقدر نقول اللي هو الانجازات اللي انت عملتها في يومك او الخلل اللي وقع في ليه في اليوم. ولما تنام وانت على هذه العقليه، لان الاوقات اللي بتسبق النوم دي دايما العلماء بينصحوا بها ان الانسان يفكر فيها دايما في امور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان له كثير من الاذكار في قبل النوم بتذكر المسلم بالاخره وتذكر المسلم بالايه؟ بالموت. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. وبعدين يقول فان مت من ليلتك مت، يعني دايما يذكرك بالايه؟ بالاخره، ودايما يذكرك بالايه؟ باللجوء الى الله سبحانه وتعالى. ان دي يعني الساعات اللي قبل النوم دي ساعات ذهبيه ينبغي على المسلم ان يستفيد منها في عمليه انه يبرمج نفسه. البرمجه لانك انت خلاص هتنام، فالامور دي بتبرمج في عقلك ليه الباطن. ولذلك حتى علماء النفس وعلماء تنميه الذات يوصون بان تكون هذه الدقائق اللي هي قبل النوم يبرمج فيها الانسان نفسه على امور ايجابيه في حياته. ولما نتامل في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم او الاذكار للنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا قبل النوم، بنجد فيها كمال التفويض لله سبحانه وتعالى. يعني حتى مهما كانت مصائبك في الحياه ومهما كانت مشكلاتك في الحياه، فانت بتفوض الامور لله. ولذلك بعض كثير من الناس بيشتكي من الارق وعدم النوم بصوره جيده بسبب انه بيفكر في مصائبه وفي مشكلاته قبل النوم، وبالتالي ما انتش هتنام كويس. ان في ارق لازم لابد ان يتكرر، لكن لما تفوض الامر لله، شوف التفويض، شوف كمال التفويض، اللهم اني اسلمت نفسي اليك. هذا الدعاء مش بتقوله في السجود، ده بتقوله قبل النوم. اصل برضه كل دعاء من ادعيه النبي او كل ذكر من اذكار النبي صلى الله عليه وسلم لابد وان تتامل في معانيه. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر في هذا اليوم؟ شوف كمال التسليم والتفويض لله سبحانه وتعالى. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك. يعني بتقول يا رب مهما كانت مصايبي انا سلمت لك نفسي، فوضت لك امري. اللهم اني اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك. يعني يا رب انا في حمايتك، يا رب حصني، يا رب أعطيني القوة، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. هذا هو معنى الذكر. وهكذا فالإنسان لابد أن يدرب نفسه على المحاسبة لا سيما قبل النوم.